الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، الأخ المنسق الجهوي لحزب الاستقلال، الأخ الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، الإخوة والأخوات برلمانية الحزب، الإخوة مفتشي حزب الاستقلال بهذه الجهة، الأخوات والإخوة كتاب النقابات القطاعية والكتاب الإقليميين لاتحاد العام الشغالي بالمغرب، أخ رئيس فريق اتحاد العام الشغالي بالمغرب بمجلس المستشارين، والذي باسمهم أحيي هذا الجمع الغفير من المناضلات والمناضلين، مناضلي اتحاد العام الشغالي بالمغرب، واللي في الحقيقة هم شرفوني اليوم باش نكونوا في مدينة الدار البيضاء، إحدى القلاع الاستقلالية وإحدى قلاع الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، واللي جاو من سيدي بن نور ومن جديدة ومن برشيد ومن بن سليمان ومن المحمدية ومن الدار البيضاء. تحية كبيرة للأخوات والإخوان في القطاع الخاص. بغيت نسمع القطاع الخاص واش كاين اليوم. لأن من حقكم باش تفرحوا، لأنكم انتوما الأولين في القطاع الخاص. ومن حقكم باش تفرحوا. كنحيي الأخوات والإخوان الجايين من مدينة سطات. كنحيي كل المناضلات والمناضلين اللي من اليوم من 6:15 ديال الصباح كيوصلوني تصاور ديال الاخوات والاخوان اللي جاوا في الكيران وجاوا في النقل وجاوا في الطوبيس وجاوا في السياره ديالهم باش اليوم يكونوا داخل اتحاد العام الشغالي بالمغرب. ما يمكنش كاتب عام ولا مكتب تنفيذي ديال الاتحاد العام يخلصكم او يشكركم على هذا الشيء اللي كديروه دائما كلما حلينا بمدينة الدار البيضاء. وستبقى هذه الأمانة في أعناقنا للدفاع المشروع عن كل قضايا ديال الطبقة الشغيلة المغربية. وبداية وبما أن هذه الكلمة هي كلمة رسمية ديال اتحاد العام الشغالي من المغرب والاعتراف جميل، فنحن بداية جد ممنونين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لما فعله مؤخرا مع اخواننا المغاربه اللي كانوا في السودان واللي جابهم جلاله الملك في السودان. وهذه هي الرعايه الحقيقيه اللي كيعطيها جلاله الملك المواطنات المواطنين. كنشكروك يا جلاله الملك، حفظكم الله لهذا الوطن، وهذا هو الملك ديالنا احنا اللي كنحبوه من الاعماق ديالنا. ثانيا الاتحاد العام الشغالي للمغرب، نحن وراء جلاله الملك ضامن للاستقرار والامن وتنمية المملكة، ونحن نفتخر بكل ما يقوم به جلالته من أجل كرامة الطبقة الشغيلة المغربية، ونعلن كذلك تجندنا وراء جلالة الملك للدفاع عن الثوابت الوطنية وعن كرامة المواطن المغربي. كذلك ننوه بالدور الكبير اللي تقوم به الجيش الملكي وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال المطافئ ورجال ونساء الوظيفة العمومية من أجل الدفاع أولاً عن الحدود واستتباب الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. هذه مفخرة نفتخر نحن بها المغاربة في إطار ما نميناه جميعاً من سلم اجتماعي حقيقي داخل هذا البلد، سلم اجتماعي الذي نعتقد بأنه يجب أن يبنى، خاصة يتبنى على الاحترام المتبادل، الاحترام فيما يخص الحريات النقابية واحترام كرامة المغاربة، واعتقد بانه بداية هذا الاحترام هو في الحوار الاجتماعي اللي وقعنا مع الحكومة. واسمحوا لي بايجاز نعرض بعض الاشياء اللي حققناها في ظرف هذه السنة. أول حاجة هو المؤسسة ديال الحوار الاجتماعي. كنا قبل الأخوات والإخوان بعد الحكومة ديال سي عباس الفاسي في الحكومتين اللي بعده، إلا بغى رئيس الحكومة يعيط لك الحوار الاجتماعي، إلا بغى إلا ما بغاش ما يعيطلكش. دابا هذه الحكومة استطعنا على أننا نتفق معها على أن يكون جولتين ديال الحوار، جولة ديال أبريل
الجولة ديال سبتمبر ونسمي القيادة العليا للحوار الاجتماعي، وفي هكا نقرروا بزاف ديال الأشياء اللي غتكون إن شاء الله في صالح الطبقة الشغيرة المغربية. ثانيا على مستوى الوظيفة العمومية، في هذه السنة سمعوا مزيان باش الناس ما تقولش شي حوايج، استطعنا بأننا في الحوار الاجتماعي ناخذوا مع الحكومة 14 مليار و800 مليون ديال الدرهم. ماشي سهلة، راه في 10 سنين تعطاتنا 8 مليار ديال الدرهم، في سنة درنا 14 مليار، همت التعليم 6 مليار، التعليم العالي 2 مليار، الصحة 2 مليار، وباقي المراسيم المتعلقة بالحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية، وكذلك مسألة ديال المحدودي المسار المهني اللي كنسموه بزنزانة 8 وزنزانة 9 والأعوان العموميين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين حوالي 4 مليار و800، وراه المراسيم ديالها بدات كتخرج الآن. هذا انتصار للطبقة الشغيرة المغربية، هذا انتصار لفضيلة الحوار الاجتماعي اللي حنا كنقودوه داخل اتحاد عام الشغالين بالمغرب. كذلك ما ننساوش بأنه في إطار القطاع الخاص الرفع من الحد الأدنى للأجر 5% 10%، دازت 5% و5% غتكون في سبتمبر، ولكن اللي أساسي ومنذ الإنشاء ديال لا سي إن سي إس كان التقاعد كيخصك واحد العدد ديال النقط، دابا همدناها ل 1320 يوم، من حق الأجير يستافد من التقاعد ديالو إذا كانت عنده 1320 يوم، هذا مهم، مكسب مهم جدا، ما قدرش يتحقق طيلة 40 سنة و 50 سنة، هذو هما المكاسب اللي خاصنا نفتخروا بهم داخل الحوار الاجتماعي. كذلك التعويض على الأطفال اللي لوطو ديالو تزاد، وتزاد الثمن ديالو بعد ما كنا غير في 30 35، دابا وصلنا 300 درهم للأطفال الأوائل الثلاثة و 100 درهم لما تبقى من الأطفال، هذه مسائل مكاسب مهمة جدا. كذلك انطلاق حوارات قطاعية في كل القطاعات، مجموعة من القطاعات اللي عندها نتائج اللي غادي تكون إن شاء الله فيما يخص الأنظمة، أنظمة الوظيفة العمومية وأنظمة ديال الجماعات المحلية وديال الوكالات الحضارية وديال مجموعة من المكاتب العمومية اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم سيكون هذه أنظمة تاع إعادة النظر. دخلنا كذلك بعد سنة في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي. باش تصنتوا مزيان الأخوات والإخوان، شنو كنطمحوا خلال هذه الجولة؟ قلنا الرئيس الحكومة على أنه أول حاجة بغيناها داخل الاتحاد العام هو حماية الحرية النقابية. لا يعقل، لا يعقل بأنه مجموعة من الأخوات والإخوان كيتم الطرد ديالهم مباشرة بعد ما يكونوا مكتب نقابي. عندنا مشاكل في فاس، عندنا مشاكل ديال الطرد في الناظور، عندنا مشاكل ديال الطرد في طنجة، عندنا مشاكل ديال الطرد في قنيطرة، عندنا مشاكل كبيرة وعويصة في برشيد، عندنا مشاكل في أكادير، عندنا مشاكل حتى في الدار البيضاء ديال الطرد ديال الناس اللي دايروا مكتب جديد. وأنا كنقول كذلك اليوم لن نتخلى عن أي أحد من الاتحاد العام أو وحدة من الاتحاد العام تطرد لأنه كيمارس حقه النقابي. غنمشيو للمحاكم على رغم الطول ديال المدة في المحاكم، ولكن هذا واجبنا خاصنا نديروه، خاصنا نوقفوا معاهم، نطردوا من العمل ديالهم إن شاء الله. هذا وعد دائما الاتحاد العام وراه محققين فيه نتائج الحمد لله. رحنا على صعيد بعض المعامل والمصانع راه استطعنا نديروا هذا الشيء، ولذلك فانه هذه هي الاولى اللي كنطلبوا من الحكومه ديالنا في العيد العمالي، هو حمايه الحريات النقابيه عبر تشريع حقيقي. ياه رجعوا مدونه الشغل، ولكن ماشي نرجعوها باش نديروها كلها للباترونه، نرجعوها باش تكون في صالح وتحمي الاجير، لانه ذاك الخدام او الخدامه هما الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، وهذا خطأ كبير، خاصهم يقولوا هما الحلقة الأقوى في سلسلة الإنتاج. سنواصل مع الحكومة التشاور من أجل إخراج قانون الإضراب إلى حين الوجود. إحنا ماشي ضد قانون الإضراب الإخوان، ولكن قانون الإضراب غادي يقضي على الحرية النقابية، إحنا ضده، ولذلك فإن المذكرة ديال الاتحاد العام اللي عديناها في المجلس العام راح نعطيناها للحكومه، وقلنا لها على ان هذا هو السقف الادنى للمطالب فيما يخص تحديد قضيه ديال قانون الاضراب. واعتقد بانه قانون الاضراب خاص يكون معاه كذلك قانون النقابات باش ما نبقاوش خالدين في المناصب، وباش تكون ديمقراطيه داخل الجسم النقابي، وتكون تعدديه النقابيه حقيقيه، ويكون شكون هما النقابات اكثر تمثيليه. ولذلك الاخوات والاخوان كونوا على يقين ونحن في هذه الجهه لا
التي تمثل 57% تقريبا من الاقتصاد الوطني، والتي تمثل أكبر قوة عاملة في ربوع المملكة، على أن الاتحاد العام سيظل يدافع عن القضايا الحقيقية للطبقة الشغيرة المغربية، القضايا المتعلقة بالكرامة، القضايا المتعلقة بصون كل المكتسبات اللي احنا اكتسبناها في المصانع وفي المعامل. ولذلك احنا كنديروا اتفاقات جماعية في مجموعة من المصانع من أجل باش نصونوا هاد المكاسب اللي عندنا في هاد القطاعات، خاصة في القطاعات ديال المصانع الكبرى اللي حاضرين معنا مجموعة ديال الناس ديالهم، تحية لهم العمل الوطني الكبير اللي يقوموا به من أجل إدعاش الاقتصاد الوطني في هذه الظرفية الصعبة. ولكن كذلك كنا الرئيس الحكومة وكنقولوا للحكومة أيضا اليوم، راحنا في هذه الظرفية الصعبة محتاجين التفاتة حقيقية فيما يخص تحسين الدخل ديال الطبقة الشغيرة المغربية. راه الغلاء وموجة الغلاء اللي كاينة بالرغم من أنها عالمية، والحكومة استجبت للنداءات ديال الاتحاد العام كاين تخفيض مجموعة الأشياء، ولكن راه الوضعية كتطلب بأنه يتم تحسين الدخل ديال الطبقة الشغيرة المغربية، ليس فقط باش نقصوا الضريبة، ولكن كيخص حقيقة دعم مباشر الطبقة الصغيرة المغربية عن طريق الزيادة في الأجور. وأنا ما بغيش نقول لكم بحال كيقولوا وحدين، خاصنا 2000 درهم زيادة في الأجر في الشهر، كنعتبر كنكذب عليكم إلا قلتها لكم. لا، إحنا مع الزيادة التي تتماشى والوضعية الاقتصادية ديال البلد ديالنا. إحنا قبل ما نكونوا نقابين إحنا مغاربة، وقبل ما نكونوا في الاتحاد العام إحنا مصلحة المغرب أهم المصالح الضيقة، سواء كان نقابية أو حزبية أو فئوية. ولذلك فإنه مطالبنا للحكومة على أننا درنا لجنة مع الحكومة باش ندارسوا تحسين دخل ديال الطبقة الشغيرة المغربية، وغادي تكون في سبتمبر ستنهي أشغالها. خاص تكون زيادة حقيقية ليشعروا بها المواطنات والمواطنين في إطار هذا الغلاء. كنعاودوا نقولوا كذلك في إطار الغلاء على أنه خاص ضبط الأسعار، خاصة هذوك الناس اللي كالشناقة واللي كتكرفسوا على المغاربة، كنقولوا لهم اليوم اتقوا الله خوتكم المغاربة، لأننا نحن جميعا في سفينة واحدة، راه إلا تنقذنا جميعا وإلا غرقنا راه غرقنا جميعا، ولا نتمنى ذلك. نحن وطنيون ندافع عن هذا الوطن، ونقدروا نصبروا، نقدروا نصبروا في الحقوق ديالنا في ظرفية صعبة، ولكن لن نتخلى عن الحقوق ديالنا حين ميسرة، حين يمكن الحكومة دير شي حوايج اللي هي مزيان مع الطبقة الشغيرة المغربية. نادل يا منادل، نادل يا منادل، نادل ضد الحقرة، نادل ضد الحقرة، نادل ضد الإقصاء، نادل ضد التهميش، نادل أجل العدالة، نادل أجل الحرية، نادل أجل الأخوات والإخوان. نحن اليوم في فاتح ماي في العيد العماني الأممي، من حقنا داخل الاتحاد العام باش نفرحوا، اولا نفرحوا لانه في هذه القاعه قبل حوالي 4 سنين كنا تواعدنا في هذه الجهه بان الاتحاد العام للشغالين المغرب سيكون الاول في القطاع الخاص، والحمد لله بفضل النضالات ديال الجميع انتم الاولين، من حقكم تفرحوا لهذا الشيء، من حقكم كذلك تفرحوا لانه اول مره في تاريخ الاتحاد العام للشغالين المغرب يكون عندنا سنواصل الكفاح ميارا تحت ميارا تحت ميارا. من حقنا نفرحوا بالعمل ديال كل اخوات والاخوان ديال الاتحاد العام، لانه اصبح لدينا فريق في مجلس المستشارين في دابا 10 7 ديال الاتحاد العام شغالين بالمغرب، واخر واحد كنجح هو السي السباب بفضل المجهود ديال الجميع الانتخابات الجزئية، واللي الرقم اللي حققناه كان رقم مهم جدا فيما يخص عدد الأصوات اللي عطتنا الثقة. وهذه الثقة الأخوات والإخوان، وهنا كنوجه الكلمات ديالي للمسؤولين ديال الاتحاد العام، خاصكم تحافظوا على هذه الثقة اللي عطاوكم المناضلات والمناضلين ديال الاتحاد العام، حافظوا عليها بالصدق أولا في الخطاب ديالنا في الممارسة ديالنا، ونحافظوا عليها كذلك بالقرب المناضلات والمناضلين. هذا هو الرسالة الحقيقية اللي خاصنا نكونوا دائما، كلما كنا متضامنين فيما بيننا كلما استطعنا أن نحقق أكثر في المطالب ديالنا، ماشي فقط مطالب على الكراسي، ولكن مطالب ديال الطبقة الشغيرة المغربية اللي باقي خاصها الكثير، تاع
تحقق بزاف ديال الحوايج، ولكن باقي يلزمنا الكثير، يلزمنا الكثير فيما يخص الحمايه الاجتماعيه واللي هو ورش ملكي نفتخر به، ولكن التطبيق ديالو كذلك يتطلب جهد من الجميع، ويتطلب كذلك جهد من الجميع، ويتطلب فيه روح وطنيه حقيقيه. كذلك الدعم اللي تكلم عليه الاخ نبيل العام ديال الاسر المعوزه خاصو يكون، ولكن قبل ما يكون خاص هذه القاعده ديال البيانات ديال السجل الاجتماعي اللي عارفين الاسر المعوزه يقولوا لهم سجلوا في السجل الاجتماعي، وكلما تسجلت الناس بكري في السجل الاجتماعي غادي يكون الاستفاده قريبه جدا. ولذلك هذا الورش كذلك خاص الاتحاد العام ينخرط فيه بكل مناضلاته ومناضلو باش نخفوا العبء على الناس اللي ما عندها حتى حاجه، اللي ما عندهاش دخل يومي، طبقات الهشه اللي ما عندها حتى حاجه. انا متاكد بانه كل الاخوات والاخوان هنا ماشي خدامين غير راسو او المرتو، خدام هز اسره كامله في اطار التكافل الاجتماعي، ولكن راه كيعيا الانسان من يهز خوه واخته وعائله اخته اللي ما خدامينش. ولذلك بانه التسجيل في السجل الاجتماعي مهم جدا باش تكون المعلومات، باش هذا الشيء اللي وعدت به الحكومه واللي راه غادي يبداو عقب ما قريب في اطار الدعم المباشر للفقراء والطبقات الهشه والمستضعفه، باش تكون عنده الفاعليه ديالو داخل المواطنات والمواطنين. نحن اليوم مسؤولين على هذا الورش، لاننا من المسؤوليه الوطنيه ديالنا خاصنا ننجحوا هذه الاوراش الكبرى التي يقودها جلاله الملك، خاصنا ننجحوها كمغاربه. لانه باش نقول لكم راه بالرغم من كل شيء راكم محسودين المغاربه، محسودين المكانه ديالكم الحقيقيه اللي عندكم، لا على الصعيد الدولي بفضل المجهودات ديال جلاله الملك، ولا على مستويات التنميه اللي كاينه في المغرب محسودين عليها. ولكن انا كنقول كيف ما قال جلاله الملك اللهم كثر حسادنا، اللي بغى يحسد يحسد، المغرب غادي في الطريق ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم بفضل النضالات ديال الطبقه الشغيله المغربيه وتضحيات كبيره كتير الطبقه الشغيله المغربيه. مناسبة كذلك الاخوات والاخوان على ان نحيي القياده ديال حزب الاستقلال وعلى راسهم الاخ الامين العام، لانه باش التاريخ في الحكومه اللي قبل هذه درنا اتفاق اجتماعي وحنا كحزب كنا في المعارضه، ولكن عيطت الامين العام قلت له حنا كمعارضه واش نسنو ولا ما نسنوش؟ قال لي هذه مصلحه ديال الطبقه الشغيله المغربيه، خاصنا نسنو اي درهم يتزاد الطبقه الشغيله المغربيه حنا نسنو عليه وحنا معاه. هذه هي الروح ديال حزب الاستقلال، سواء كان في المعارضه او كان في الحكومه، عمرو كيتخلى على الطبقه، على المغاربه كاملين، خاصه الطبقه الشغيله المغربيه، لان احنا حزب ديال الفقهاء وديال العلماء وديال الاطر، ولكن احنا بزاف حزب ديال الامه المغربيه بكل تشكيلاتها. تحيه نقابيه بل حزبيه، تحيه نقابيه قياده حزبيه، ولذلك نجد فخورين بالعطاء ديال الاخ الامين العام داخل الحكومه، واللي القطاع ديالو صعيب بزاف قطاع الماء، وكنقولوا باننا ملي غادي نحققوا في شي حاجه راه غادي نحققوا على الوطن، وغادي يتم تحقيق بزاف ديال الحوايج فيه. سعداء كذلك باداء باداء الوزراء الاستقلاليين، وكنقولوا لهم كذلك مزيد من التلاحم مع الاستقلاليات والاستقلاليين من اجل تطبيق البرامج اللي احنا كنا وعدنا بها المنخرطين ديالنا وكنا وعدنا بها الناس في الحمله ديالنا. سعيد كذلك بعطاء البرلمانيين لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين، واللي كيعبروا حقيقه على الهموم ديال كل المغاربه، وكيعبروا كذلك على البرنامج، حاول تطبيق البرنامج الانتخابي ديال حزب الاستقلال. وانا نقول لكم راه البرنامج الاجتماعي ديال حزب الاستقلال دار بتشاور محكم مع الاتحاد العام الشغالي المغربي، نحن جزء لا يتجزا من حزب الاستقلال، ولكن لنا استقلاليتنا، وما عمر حزب الاستقلال قالنا لا خاصكم ديروا ولا ما خاصكم ديروا، بل يدعم كل نضالات الطبقه الشغيله المغربيه، ايمانا بانه حينما هذا الحزب العتيد بدات واحد الانشقاق الحركه النقابيه الام، كان حزب الاستقلال مع الطبقه الشغيله المغربيه، وقال انا ذاك سنه 1960 لا تكمموا افواه الطبقه الشغيله المغربيه، خلوهم يشتغلوا لجهه صالح الشغيله المغربيه. ولذلك اعتبرنا على انه الشان النقابي هو شان خبزي سياسي وليس فقط شان خبزي، وهذا هو المبدا ديال التعدديه. ما يمكنش الان جون وصول هذه المرحله نبداو نقولوا بانه العرب، لا، نحن في اطار دفاع عن كل الطبقه الشغيله المغربيه، ملتزمون كذلك بالمبادئ والاسس
ديال الرعي الاول داخل الاتحاد العام، وديال كذلك مبادئ والاسس ديال الحزب امير الامه حزب الاستقلال اللي كنفتخروا بهذا الانتماء له، كنفتخروا باننا احنا ما عندناش مشكل يقول لنا اذيال احزاب، احنا هما الراس وحنا هما اليدين وحنا هما القلب داخل حزب الاستقلال. ما عبرنا اعتبرنا راسنا حاجه اخرى من غير هذا الشيء. هذا هو اللي خاص الناس تفهم، نحن قوه داخل حزب الاستقلال ونحن قوه بحزب الاستقلال ايضا. هذا هو الاشياء المهمه جدا اللي خاص المناضلات والمناضلين يفهموا داخل التركيبه ديالنا. احنا ما كنبيعوش الوهم الاخوات والاخوان، نحن نقابه مساهمه واقعيه. والحاجه اللي كنقولها لكم هنا عقلوا عليها، راه غادي يتم تحسين الدخل ديال الطبقه الشغيله المغربيه ليس قريبا ولكن انتظروا شويه، راه غادي يتم كذلك التعامل مع الحريات النقابيه بشكل مغاير في الفتره القادمه وبشكل حقيقي ضمن هذه الحكومه التي تتفهم كثيرا من مشاغلنا، كتتفهم كثيرا. صحيح صعب صعبه الترفيه الاقتصاديه، ولكن احنا مربين حزب الاستقلال كنقولوا ما كل صعب على الشباب يهون. هذا قالها الزعيم على الفاس، ونقول اليوم كذلك كل صعب على المغربي يهون. كاينش حاجه غتكون صعيبه علينا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نحققوها باش نخدموا فيها الجميع من اجل الكرامه ديال الطبقه الشغيله المغربيه. تحيه لكل الاخوات والاخوان الحاضرين اليوم معنا، تحيه لكم صادقه من قياده ديال اتحاد عام شغالي المغرب ومن قياده حزب الاستقلال اليوم حاضر معنا الاخ نبيل العام كعادته دائما. تحيه لكم، ونقول لكم على اننا على العهد سائر، وعلى ان لن نتخلى عن مطالب المشروع ديال الطبقه الشغيله المغربيه. سنكون صوتكم حينما يجب ان نجهر بهذا الصوت، وسنكون صوت المغربي حينما يكون المغرب مهددا في امنه وسلمه واستقراره. تحيه نضاليه للجميع، وتحيه لهذا الحضور الكريم الذي شرفنا اليوم، الف تحيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. بالوحده والتضامن اللي بغيناه يكون يكون.